سيدي الاجواء ديال اكادير زوينه على حساب البحر، الناس راه خارجين شويه مورا العيد، فاش داز العيد الناس خارجين، وعلى حساب الرواج وداك الشيء ناقص شويه، وما كاينش البراني كاع بزاف، كاينين غير مالين البلاد، وما كاينش بزاف ديال الناس يعني داك العمره. كان العيد نهار العيد نهار الثاني عيد كان شويه العام لابلاج، ودابا ناقص شويه، كاين شويه ديال الناس، شويه ديال الباراسولات، والجو زوين تبارك الله، وما كانش الشمس بزاف، والبحر زوين وفيه جيسكي وفيه كلشي، الناس جالسين فيه لي باراسول مزيانين. ما كانش بزاف ديال السياح، القضيه ناعسه شويه، ما كانش بزاف ديال الكليان، وكان الحراره اللي كاينه هاد الايام، وهاد الحراره زوينه الحمد لله، الجو زوين في اكادير، يعني كان الطق زوين، الطقس يعني ممتاز. كما كتشوفوا هاد الايام ديال العواشر كان تبارك الله شويه ديال الناس، مع الناس خرجوا وداروا، وكنتمنوا ان شاء الله يكون واحد الاقبال اللي هو مزيان، وكنتمنوا من اي واحد جا هنايا يحافظ على المدينه. وكما كتشوفوا كما من بعد هذا الجائحه اللي كانت ومن بعد هذا الشيء كامل، الحمد لله راه الاجواء كنبشروا بالخير ان شاء الله من عده الاصلاحات اللي كتعاود للمدينه ان شاء الله، وغادي يكونوا شي بلايص اللي هما مزيانين، وكنتمنوا من الزوار يجوا يزورونا. مرحبا واهلا وسهلا بكم. نعم هذه حاجه باينه، حيتاش فاش كتكون الحراره كيكونوا الناس جايين بزاف، حيتاش كما كنعرفوا العربيه ديال الناس اللي كيجوا على برا هما كيجيو على حساب الحراره، وهاد مدينه اكادير معروفه على الحراره ديالها طول السنه، من غير البروده كتكون في واحد لابيريود اللي هي قليله، ولكن الحمد لله كتكون الحراره مزيان ديما على طول العام، والله يسقينا الله يجعل شويه الشتاء ان شاء الله. ومرحبا بالجميع والسلام عليكم. الاجواء ديال اكادير كما كتشوفوا من مرة رمضان بعد دابا الاجواء ديال العيد، الناس دابا كترجع للمنطقه ديالها فين كتسكن، وكيبقاو الناس ديال اكادير دابا، والتوريست ان شاء الله من هنا لشهر 5 ان شاء الله راه غادي يرجعوا. وبالنسبه للحراره كتعرفوا اكادير عندها 4 د الفصول في النهار، في اي لحظه تقدر تكون الشمس، في اي لحظه كيكون الضبابه، في اي لحظه كيكون الريح، مي الحمد لله اكادير ديما سخون الحمد لله، والاجواء ديالو ديما كما كتعرفوها بحال الاجواء اوروبيه كما كتشوفوها. بالنسبه للزوار الحمد لله راه التوريست راه موجود الحمد لله. بالنسبه للاجانب اللي كاينين حاليا كاين بولونيا وكاين روسيا حاليا، ومن بعد شهر 5 ان شاء الله راه غيدخلوا نكازا ايريش سكوتيش ان شاء الله، وغادي تجي تصدع راه قادر عاوتاني. وبالنسبه للمشروع ديال اكادير اكادير فلا راه قريب يكمل ان شاء الله، والمرافق الترفيه ديال اكادير حتى هي قريبه تكمل، والترام ان شاء الله حتى هو راه قريب يجي، والطرقان حتى هما راه تقادوا الحمد لله. بالنسبه للرمله فاكادير راه كاين قوى، بالنسبه للرولاكسات وهادشي ديال الباراسول ان شاء الله حتى هو راه غادي يرجع ان شاء الله. والناس كما كتشوفوا لي غيستوغ حتى هما راه بداو كيتقادوا ويتنقاو ويقادوا المسائل، والله كنت ان شاء الله من هنا لقدام، والجرادي راه بداو كينقيوهم الحمد لله، والحمد لله كما كتشوفوا هذا هو اكادير.